طلب الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كل من اللاعب عبد الله السعيد وأحمد فتحي اللاعب الفريق الأول لكرة القدم بضرورة حسم موقفهما من تجديد عقديهما حفاظا على استقرار الفريق ومسيرته خلال الفترة القادمة. جاء ذلك عندما التقى الكابتن محمود الخطيب مع عبد الله السعيد أثناء تواجده مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره.